معنا من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي. محمد، كيف يتم الحديث هناك على الجانب التركي بعد هذه الأنباء؟ أيضا إلى أي مدى هذا ممكن أن يشكل خطر حقيقي أيضا على الجانب السوري، اللاجئين، وأيضا على أزمة الحدود المتفاقمة؟ في تركيا، تزامنا مع هذه التصريحات الصادرة عن وزير الدفاع التركي وحتى عن الرئيس التركي نفسه خلال الأيام الماضية بقرب تنفيذ هذه العملية العسكرية، يجري التحضير لها إعلاميا أيضا عبر بث تقارير تروج لجدوى هذه العملية من حيث تمكين عودة طوعية للاجئين السوريين المتواجدين في تركيا. وهذه بالمناسبة باتت قضية رأي عام، هنا الكل يتحدث بانزعاج عن تواجد اللاجئين السوريين ويطالبون بإعادتهم إلى بلادهم. أهداف العملية العسكرية المعلنة هي تمكين عودة آمنة لهؤلاء اللاجئين في المناطق التي سيتم إبعاد المسلحين الأكراد منها، وتحديدا في منطقة في مناطق قريبة من حلب ومناطق يعني جرى في السابق إبعاد المسلحين عنها عبر تنفيذ عمليات عسكرية مماثلة. ولكن هذه المرة الحديث يجري عن عملية كبيرة هدفها طويل وبعيد المدى، ويمكن عودة أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري طوعية إلى هذه المناطق التي سيتم تحريرها أو تطهيرها من الإرهابيين وفق تعبير وزارة الدفاع التركية. أيضا هناك خطر من قبل هذه الجماعات الكردية المسلحة عبر استمرارها بشن عمليات تهدد المناطق التركية المحاذية للحدود، وبالتالي وجب تنفيذ مثل هذه العمليات العسكرية لإبعاد هذا الخطر عن الحدود التركية الشمالية. من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي، شكرا جزيلا لك.